سيادة النائب محمد أبو العينين. شكرا سيادة الرئيس. معالي الوزير، يعني احنا الحقيقة بنشاهد كل يوم الإنجازات وشايفين حضرتك نشاط حضرتك في الداخل والخارج، وفخورين باللي حضرتك بتعمله، وشايفين طبعا التقدم التقني والعلمي والتكنولوجي في الثقافات الجديدة اللي بيعيشها المجتمع المصري. أنا الحقيقة عايز أتكلم عن موضوع سد النهضة. يمكن انا كان ليا فرصة اكتر من مرة كنت في الخارج، والحقيقة اللي شفته من الفكر الناس اللي بتفكر فيه او اللي بيقولوه هو الحقيقة يمكن مختلف تماما عن اللي سعادتك قلته، وده بيسيرني انا، لان الحقيقة مش واصلة. الناس بتتهمنا باتهامات هي مش حقيقية، واحنا ما قدرناش نعمل لوبي في الاماكن الحساسة اللي فيها صناعة القرار ونرد عليه. أنا أرى إن المراكز خصوصا في الولايات المتحدة، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي الإدارة الأمريكية، لأن الإدارة الأمريكية أنا قعدت معاها، أنا قعدت في وزارة الخارجية، وقعدت مع البنتاغون، وقعدت في البيت الأبيض، وقعدت في الأمم المتحدة. الحقيقة عندهم تصور تاني خالص. هم خدوا من الحملة اللي عملها أثيوبيا، وهي حملة مغلوطة وبيترد عليها بسهولة، ولما بنقعد مع الناس ونقول لهم بيقتنعوا. يعني انا يعني هقول لك على اشاره يمكن محدش يعرفها. لما سياده الرئيس راح الامم المتحده ودور القضيه وقال خطابه الشهير جوه اروقه الجمعيه في اجتماع في الامم المتحده، في اجتماع الجمعيه العامه للامم المتحده، الحقيقه الموضوع خد اهتمام كبير جدا. ولما سياده الرئيس قعد مع كل الرؤساء وخصوصا الرئيس ترامب قدر يفهمه، والرئيس ترامب قدر من اللقاء ده يحيل القضية كلها إلى وزير تاني غير وزير الخارجية الأمريكي، وزير الخزانة، لأنه كان عنده يمكن تصور تاني مخالف للي عايزه ترامب. أنا عايز أقول اللي بيفهموا الموضوعات بيتعاطفوا معانا. أنا أرى خطة تسويقية جديدة للموضوع برمته من الناحية السياسية، وهنخاطب فيها الاتحاد الأوروبي بلغة جديدة تثبت فيها تطور الاتفاقيات اللي حصلت. لانه انا واحد من ضمن الجماعه اللي قعدنا معاهم في الخارجيه، اول لما قال لي انتوا ما عندكوش اتفاقيه مع اثيوبيا، فكان لازم نرد عليه. واحد تاني بيعتبر نفسنا ما عندوش اي خلفيه على كل الاجراءات اللي اتفضلت بيها حضرتك والخطط اللي عملتها مصر بخصوص عمليه استهلاك المياه، ومعتقدين ان احنا عندنا اكسس في المياه اكتر من المطلوب، واحنا بنهدره. لكن لما عملنا الاتفاقيه من 1902 كنا يمكن 17 مليون وبناخد 55 مليار، النهارده احنا 100 مليون وبناخد برضه 55 مليار. هنا الفقر المائي ما حدش قال له ان احنا متوسط يعني الكميه للشخص الواحد حوالي 560 متر مكعب، وده يعتبر شح مائي لانه اقل من 1000. المعلومات دي عاوزه توصل سواء في تسلسل الاتفاقيات او في الالتزامات اللي يجب على اثيوبيا انها تلتزم بيها وما التزمتش في كل الحالات، سواء كانت في 2015 او في حتى في الدراسات اللي قالت عليها نعملها من الناحيه الفنيه ومن الناحيه البيئيه وما اتعملتش، ثم البدء في عمليات التشغيل، ثم البدء في عمليه الملء، واحنا دلوقتي منتظرين هيعملوا ايه في المرحله الثانيه بعد المرحله الاولى ما ملوها. انا ارى انه امريكا وخصوصا مع الاداره الجديده والاتحاد الاوروبي والصين وكل الاصدقاء حول العالم حتى في افريقيا، وخصوصا ان احنا عندنا دلوقتي الاداره هتتغير في الاتحاد الافريقي، هتتغير من جنوب افريقيا الى دولة تانية. ارجو ان احنا يعني نركز بحملات نبصرهم فيها في حقيقة الاتفاقيات وفي الالتزامات التي التزمت بها يجب ان تلتزم بها اثيوبيا ولم تلتزم، ثم وصول حل عشان يعني نعبئ المجتمع الدولي بكل المعلومات. وشكرا سيادة الرئيس.